عشان يلحق ان هو يجري ويشتري المستلزمات بتاعته، ده هيؤدي الى التزاحم الاكثر. ده اللي خلانا كدولة النهاردة ان احنا نبدأ نفكر ان احنا هدفنا كله هو الحد من التجمعات الكبيرة للمواطنين، وان احنا كل ما نقدر ان احنا نخفف من احتماليات التجمعات والضغوط هنبقى كده بنساهم في الحد من انتشار المرض. ويبقى الأساس واللي أنا دايما بأكد عليه، الموضوع ليس قضية الساعة اللي احنا بنحددها بقدر ما هو ما هي سلوكياتنا في الفترة التي تسبق هذه الساعة، وكيف يمكن ان احنا بقدر الإمكان نبقى خايفين على نفسنا، واحنا كمواطنين نبقى واعيين بأن كل نوع من التلاحم وعدم الانتباه وعدم والاستخفاف بالموضوع للأسف ممكن يكلفنا ما لا طاقة لنا به كأفراد وكدولة. فعشان كده يمكن احنا كان هناك الحقيقة اجتماعات على مدار الأيام السابقة من بين كل اللجان، سواء اللجنة الطبية المتخصصة، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حتى النهاردة في مجلس الوزراء، وتناقشنا في كل الإجراءات اللي احنا شايفينها النهاردة يعني ايه اللي هنبدأ نتبعه في شهر رمضان المعظم، ويمكن توافقنا على مجموعة من القرارات اللي انا حابب ان انا اعلنها على حضراتكم النهاردة. ان احنا بالنسبة لنا يعني هيمتد العمل بحظر التجول الجزئي بدءا من الغد، في يعني بحيث ان هو يبدا من الساعه 9 مساء حتى 6 صباحا اليوم التالي، وذلك هيبقى طبعا اعتبارا من يوم الجمعه الموافق ان شاء الله اول ايام الشهر الكريم باذن الله. النقطة التانية، ودي اللي أنا زي ما كنت بقول لحضراتكم للاحظناه، وعشان نتجنب فكرة التكالب على المحل التجارية والأماكن اللي بتؤدي كافة الخدمات اللي المواطن في شهر رمضان دايما هو كان بيروح ليها بصورة أكبر، وعشان نفتح المجال لمدة زمنية أكبر وأيام أكبر علشان المواطن يقدر إن هو ياخد منها خدماته، تم التوافق إن احنا هنسمح بفتح المراكز التجارية والمحل التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء اليوم، ويعني ده هيبقى اعتبارا ايضا من غد ان شاء الله. احنا هنستمر بالعمل اللي هو الخاص بتخفيض طبعا اعداد العاملين في اجهزة الجهزة الدولة، الجهاز الاداري للدولة، الشركات قطاع العام والاعمال والكيانات اللي هي تابعة للدولة بنفس المنوال لمدة اسبوعين ايضا، علشان ان احنا الحقيقة يعني نخفف بصورة كبيرة من الضغط على المرافق والتواجد والتزاحم اللي بيحصل في هذه الاماكن. ايضا الحقيقة، وده يمكن نقطة مهمة يعني وجدناها، ان لابد من عودة تقديم بعض الخدمات اللي النهاردة المواطن محتاجها بصورة كبيرة جدا، ولازم ان احنا النهاردة نعيد الحقيقة يعني فتحها بصورة جزئية وتدريجية عشان المواطن يقدر ان هو يأخذ الخدمات، لان كان هناك خدمات الحقيقة مهمة للمواطن، وبحكم ان كان بيحصل عليها تزاحم احنا يعني وجدنا ان احنا اغلقناها في فترة السابقة، ولكن عايزين نبدأ بصورة هادئة نعيد تدريجيا بعض هذه الخدمات. وبالتالي يمكن بالتوافق مع معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية